إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. رجعت لكم مرة أخرى بفيديو راح يخص العناية بالشعر. راح نتكلموا في الريفيو عن منتجين من ماركة ري شوب. ماركة ري شوب كثير منكم جربوها، بتمنى أنه تخلوا لي تعليق أسفل هذا الفيديو. وفي كذلك كثير من اكتفوا فقط بمشاهدة الإعلانات، وكثير منكم من سمعوا خلينا نقول آراء متضاربة ما بين الاستحسان وفي يعني أنه ذموا هذا المنتج. أنا الصراحة واحدة من الناس كنت جربت، نقصد أكثر شيء الزيت، من خلال تجربة أختي اللي لاقى استحسان هذا الزيت بشكل كثير. حبيت نتكلم على هذا الزيت اللي هو تري شوب وعلى المنتجين أصلا. هما أول شيء هما من صناعة هندية، حالهم حال يعني آملة كثيرة مشهورة عندنا هذه الماركة. هذا الزيت بالذات كأي زيت أو أي منتج في هذه الدنيا، يعني لما يلاقي شهرة أكيد راح يجي مثل ما يقولوا المقلد، ويصعب علينا الشراء الأصلي. لذلك حبيت نقول لكم أنه مهم جدا أنكم تتأكدوا على أنه المنتج أصلي. المنتج أصلي مصنوع في الهند، وكاتبين أنه الشركة تاعو فاسو، وفي خاتم على اليسار بالأخضر، وفي خاتم كذلك صغير مدون عليه على أنه إن شاء الله يظهر في الفوكس على أنه حلال. وحبيت نقول لكم أنه مصنوع في الهند. وأكثر حاجة حبيت نقولها لكم كذلك ومهمة جدا، في حجمين، في هذا الحجم اللي يكون 50 ml او 50 ملليلتر، وحجم اخر نظن 200 ملليلتر، يعني مثل الشامبو، بحجم قارورة الشامبو اللي تظهر امامكم. وكذلك شوفوا هذا الشريط، كاتبين للشعر الصحي طويل وقوي، والشريط الثاني كاتبين لشعر يبدو اكثر كثافة. هذا دليل على انه الشريط ما تغير في اللون، انه في انواع كثيرة، انا فقط استطعت انه نحصل هذا اللي باللون الاخضر، كاتبين على انه للتطويل. الشيء اللي حبيت نقول لكم بنات، مرات احنا اساءة او طريقة استخدام اي منتج في هالدنيا، يعني او اي شيء في هالدنيا يكون طريقها يعني ما يكونش ملتزمين او متقيدين بطريقة اللي موجب علينا استخدامها، يعني سوء الاستخدام مرات يعطينا نتيجة عكسية. والدليل على انه هذا الزيت او اي زيت اخر، نصيحة بنات انكم مش بالضرورة تغمروا شعركم حتى يولي يقطر، او تطولوا المدة قبل انكم تغسلوه، يعني حمام الزيت هو مقيد بمدة معينة. نصيحتي من خلال تجربة ما تفوتوش 4 ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، اكثر من هذا الحد صدقوني بصيلات الشعر لما تحطوا اي منتج اكيد راح تمتص ما يكفيها. اكثر هذه المدة مع ممكن الحجاب، مع ممكن عوامل اخرى، الحرارة ممكن، يعني المنتجات يعني راح تتعب بصيلات الشعر، وبالتالي مش راح تتغذى انما راح تتعب. الشيء اللي حبيت نقول لكم نصيحة، دايما اي زيت كيفاش تستخدموه، دايما شوفوا الكميات اللي تحتاجوها على شعركم، سواء كان تحت الكتف او اطول او اطول، اهم شيء انكم تغذوا بصيلات الشعر. نحكو مثلا على هذا الزيت، مهم انك تجيبي كمية تدفيها، من الاحسن انك تدفيها، لكن في فصل الصيف مش محتاجة انك تدفيها، فقط يقولوا تدفيها لكي تحصلي على نتيجة احسن. ثم بعد ذلك تحطي الكمية على منبت الشعر، يعني الجذور، ثم تعملي عملية تدليك بلطف باصابعك، يعني بالانامل، تعملي عملية تدليك بسيطة وبلطف، يعني مش بقوة، هكذا راح تساعدي انه البصيلات انه تمتص، خاصة بعد ما انك ذلك التدليك او المساج راح ينشط الدورة الدموية، وبالتالي تمتص اكبر كمية من الزيت. وكذلك تقيدي بالوقت اللي لازم بعده انك تغسلي شعرك، مهم جدا انك ما تفوتيش 4 ساعات اكثر شيء. في منهم يعني ما يقول لك 12 ساعة، واكيد في زيوت يعني معليش ديريها نص النهار، لكن نصيحتي انه مرات الشعر يكون تعبان مش محتاج انه يتغم او ممكن يغرق، محتاج انه يتنفس، خاصة احنا البنات المحجبات، يعني مع الخمار ومع يعني ممكن يكون نوعية القماش تكون مش مناسبة، ما تخليش الشعر انه يتنفس، وبالتالي راح يتساقط شعرك. بنات سمعت انه كثير منكم قالوا انه جربناه وبعد مدة طويلة تساقط شعرنا بعد ما طوال الشعر. تأكدوا انه اي منتج عليك انك تغيريه، سواء كان معجون اسنان، سواء كان يعني صابون او كريم، لازم تغيري بعد مدة. مثلا الزيوت جربيها مدة 3 اشهر ثم توقفي، خلي شعرك هكذا، خليه بق فقط. كل مرة جربي منتجات اخرى، يعني ما تكمليش منتج حتى خلاص شعرك يفقد هويته بالاساس. انا عملت نفس الغلطة بشامبو جليس، عم استخدمته مدة طويلة، لكن نبهوني متابعاتي ونشكرهم من هذا المنبر انه
نسيت بالأساس أنه نغير ماركة الشامبو، كنت نكتفي فقط أنه ندور في نفس الماركة ونغير من واحدة إلى الثانية. وراني قلت لكم نصحوني بمنتجات أخرى، قلت لي ما لا خليني نرجع نجرب فينوس، في من ذمولي في من شكروا لي، أنا راني مازال يعني في طور أني نجرب هذه المنتجات اللي شفتوها في الفيديو السابق، وراح نقول لكم أكيد تجربتي بكل صراحة. لما نحكو على الزيت كان ثمنه قلنا انه يختلف من ولاية اخرى، لذلك ما حبيتش نعطيكم الثمن. لكن لما نتكلم على الشامبو مثل ما تظهر امامكم في العبوة هنا، كاتبين انه الشامبو عشبي وكاتبين للشعر يبدو اكثر كثافة، وهنا كاتبين انه 200 مليليتر. هنا حبيت نقول لكم كذلك انه هنا هو باين باللي اصلي، كاتبين حلال، كاتبين المهم هنا كامل المعلومات. صراحة انا جربت هذا الشامبو وللأسف لم يلاقي استحساني بكل أمانة. لماذا؟ لأنه لا أعلم، لا لأنه ممكن كاين بلسم للشعر وكان من الأجدر أن يستخدمهم مع بعض. صراحة نظن أنه الشامبو كان كافي أنه يخليني ما نزيدش نواصل نشري. لماذا؟ لأنه أنا صراحة لما كنت نغسل به أول شيء ما كانش يرغوي، يعني أنا لما الشامبو ما يرغويش نحس بالأساس أنه شعري لم ينظف. الشيء الثاني حسيت انه لو تحطي كميه طويله مش راح تحسي شعرك تنظف ولا يعمل رغوه، رغوته جدا ضعيفه. ممكن السبب لانه ما فيش تلك المواد الاخرى، مش متاكده اذا كان فيه سيليكون او بارابين، مانيش عارفه بالاساس. وممكن ظلمته لانه بالاساس هذه اول مره نجرب شامبو عشبي. ممكن خبروني بنات اذا جربتوا شامبوهات او مواد عشبيه خاصه هكذا، اذا كان الشامبو ما يرغويش او لا. صراحة كان نول، لا يستحق انك تشريه. واذا كنت نصحتك انصحك بالزيت فقط. لماذا؟ نعطيكم تجربتي مثلا، وراح تحسوا ممكن انه شاطرين وراء البنات اللي جربوه. انا لما كنت نخرج من الحمام نحس شعري ثقيل، ما يعطينيش هذاك الانتعاش في شعري، ما نحسش انه شعري رطب وخفيف يتسرح بسهولة، نحس وكأنه جبتيلي كمية يعني حفنة هكذا من الزيت وحطيتيها على رأسي بعد اللي خرجت من الحمام. هذاك الشعور كان اصلا خلينا نقول مزعج. ومع ذلك قلت خليني اجرب مرة اثنين. صراحة حسيت انه شعري نشف. الشيء الثاني حسيت انه يخرج اصلا ثقيل ومش نظيف. اكيد هذا كان رأيي بكل امانة، ممكن البنات لا يشاطرون الرأي، هذا نحترم رأي الجميع. كان هذا عن ريفيو لمنتجين تري شوب. صراحة الزيت بنات يستاهل انك تجربيه، وفقط تقيدي بما قلت لك، يعني دائما قلت لكم الشيء اذا زاد عن حده ينقلب الى ضده. خليه استخدمي مره كل اسبوع، واحترمي انه الكميه تكون مناسبه، واحترمي انك ما تطيليش انك المده اللي تخليها على شعرك ثم تتحمي. وكذلك يعني بعد فتره طويله خلينا نقول 3 اشهر ثم حبسي، لانه البنات قالوا لي انه صح طولنا شعرنا ثم بدا يسقط. اي زيت او اي منتج راح يعطيك اثر سلبي اذا كنت عملتيه بشكل يكون غير سليم. نتمنى انه يعجبكم الفيديو، نتمنى انكم تعملوا لي لايكات، نتمنى انكم تخليوا لي تعليقات، ونشكركم كثيرا كثيرا كثيرا، واترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.